تبديل فلسطيني مجددا حاليا سنشاهد اسلام البطران. اسلام البطران المدافع معتز جنيدي. نصار نصار يفتك اسلام 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 يلا يا اسلام الامام خطير العمشت. اسلام البطران وصل لجابر محمد يمين صح يا يمين صح يا يمين صح يا يمين اسلام يا اسلام البطران بالامام الى تامر السيام. امكانية ان نشاهد على اقل تقدير هدف تعادل. الشوط الثاني افضل في الاداء. محاولة الان محمد عبد الله جابر كرة بالامام طويلة بعيدة على اسلام البطران ورمية تماس لمصلحة المنتخب اللبناني في الناحية اليمنى. واحد 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 في اوقات قاتلة. هدف التعديل جيد. الشوط الثاني جيد. بعض الحاجات جيدة في المباراة. ولقطة هذه جميلة من اسلام البطران. تفاعل الجماهير. لكنت الجماهير اعطت كل ما عندها واكثر للمنتخب الفدائي. اسلام البطران اسلام يا اسلام الله. لكان ايضا للمباراة نكهة وسيناريو اخر. كنا نتمنى نشوف اكثر واكثر واكثر لكن ان شاء الله ان شاء الله في جولات قادمة. واسلام البطران يحاول في كرة يكسب رمى تماس. عبد الله جابر الى اسلام البطران. اسلام البطران عبد الله جابر عبد الله اسلام العب كرة ارضية يا اسلام العب كرة ارضية يا اسلام